رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم، وأوضح أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي. كما ثمن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد أيضا. وأشادت جامعة الدول العربية في بيان لها بهذه الخطوة الهامة ووصفتها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية، كما عبرت عن تقديرها الكبير للدور المحوري الذي اطلعت به البعثة الأممية في ليبيا على سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض التي أجريت بين الجانبين. أما على الصعيد الدولي فتباينت مواقف الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إزاء الاتفاق. الولايات المتحدة رحبت ترحيبا حارا بالاتفاق المبرم بين الفرقاء الليبيين، مشددة على أنه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب. أما تركيا فعلى عادتها من التغريد خارج السرب، فعبرت عن تشاؤمها إزاء الاتفاق، وقال إردوغان إن الاتفاق مصداقيته ضعيفة، فيما أعرب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل على حسابه في تويتر عن دعمه لاتفاق جنيف. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رضا شعبان المهتم بالشأن الليبي. أستاذ رضا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، وقول لي كيف جاءت نتائج جنيف اليوم كاستكمال لما تم بدءه في الغردقة الشهر الماضي؟ نعم، هو يعني النتائج الرئيسية والأبرز يعني الملحوظة اليوم في الاتفاق هو وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وخروج المرتزقة خلال 90 يوما وتعليق جميع الاتفاقيات العسكريه الخاصه بالتدريب داخل ليبيا ومغادره العسكريين الاتراك الموجودين والبدء في تعزيز الثقه بين ابناء الشعب الواحد مع النفاذ الفوري لهذا الاتفاق من اليوم، وبعد وذلك بعد تحويله الى قرار من مجلس الامن. هو ايضا يعني تضمن 12 بندا اخرين، لكن تأتي في التفاصيل التي ستناقشها اللجنة العسكرية أيضا خلال الأيام المقبلة على الأراضي الليبية والتي اختير لها مدينة إردامس على الحدود الجزائرية الليبية لاستكمال باقي التفاصيل. الاتفاق اليوم بدأ فعليا بعد اللقاء المباشر كما أشرت في حضرتك الخبر، بعد أول لقاء مباشر بعد قطيعة فترة طويلة منذ مارس الماضي بين اللجنة العسكرية 5+5 والتي استضافته الغردقة نهاية سبتمبر الماضي والتي بدأت فعليا تثمر في ليبيا من خلال تعزيز الثقة بين أبناء الشعب الواحد و فتح الطرق بشكل سريع ومباشر، إزالة العوائق بين المدن، وهو ما يعني إزالة العوائق الوجدانية أيضا بين أبناء الشعب الليبي. النتائج اليوم بقدر ما جاءت مؤلمة ومغضبة لأردوغان والواقفين خلفه والمواليين له في ليبيا، فإنها تأتي مجسدة بشكل كبير جدا للجهود المصرية الساعية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا وصون سيادتها وكرامتها إضافة إلى صون حقوق الليبيين. طبعا كما أشرت حضرتك أن هذا الاتفاق أغضب أردوغان والميليشيات الموالية له وخرجت بعض التصريحات والتغريدات في اتجاه التقليل من هذه الخطوة الهامة في تاريخ الأزمة الليبية، لكن هنا وبعد تحويل الاتفاق إلى قرار لمجلس الأمن أظن هنا سيكون أردوغان في مواجهة مع المجتمع الدولي بشكل مباشر، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره لحماية قراراته وفرض احترامها على الجميع. هذه النتائج طبعا
كما قلت جهود الإدارة المصرية الضخمة في هذا المسار تحديدا، واللي كان أخرها الغردقة اللي أشرنا إليه، إضافة إلى المسارات الأخرى التي رعتها اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، وآخرها طبعا المسار الدستوري اللي استضافته القاهرة منذ أيام، والذي أكد في معالي الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية على تمسك مصر بالمسارات السياسية، ومشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية وأن يكون الحل ليبيا بعيدا عن أي تدخلات أو أي مساس بالسيادة الوطنية الليبية. طبعا مضافا إلى هذه الجهود، جهود الدبلوماسية المصرية ممثلة في رجال الخارجية المصرية على دي مهمة جدا أستاذ رضا. يعني أنا عايزة برضو حياتك توضح لنا أكتر الدور المصري، يعني الدور اللي قامت بيه مصر في طريق الوصول لاتفاق وقف إطلاق النيران الدائم اليوم. هنا دور الدبلوماسية المصرية الرسيمة ممثلة في رجال الخارجية المصرية وفي مقدمتهم مع الوزير سامح شكري، الثبات على المبادئ العليا والثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون سيادتها، وذلك منذ اندلاع الفوضى في ليبيا من ما يقرب من 10 سنوات. حرص مصر الدائم على صون سيادة ليبيا من التدخلات الخارجية ومساعدة الليبيين أيضا على فرض إرادتهم الحرة على أراضيهم، هو كان مسعى رئيسي للخارجية المصرية منذ اندلاع الأزمة لإعادة الهدوء إلى ليبيا. أيضا هنا لابد أن نذكر مبادرة القاهرة المعلنة في 6 يونيو الماضي، والتي كانت مطالبة بكل ما حدث لي بكل هذه الأهداف، حيث طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والبدء في المسارات السياسية للحل، وفيها اقترح سيادته أن يسري وقف إطلاق النار من يوم 8 يونيو الماضي، وهو ما لم تلتزم به تركيا والموالين لها في ليبيا من تنظيمات إرهابية، واستمرت في الحشد والتصعيد العسكري، وهو ما استدعى في 20 يونيو إطلاق القيادة المصرية ممثلة في السيد الرئيس تحذيرا شديد اللهجة، والذي عرف بخطاب الخط الأحمر، والذي حدد مدينتي سرت والجفرة كخط أحمر وحد فاصل لهذه الممارسات التركية الاستفزازية في ليبيا، وأشار وقتها سيادته طبعا إلى أن ذلك يمس الأمن القومي المصري ولن تقف القوات المسلحة المصرية صامتة. هذا التحذير المصري بقدر شدته ووضوحه كان لحماية المبادرة المصرية المعلنة في 6 يونيو لإجبار تركيا والميليشيات على الالتزام بالحلول السياسية والسلمية التي تحفظ دماء الشعب الليبي. كل المسارات المصرية والإدارة المصرية بكافة أفرعها وبكافة أفرادها كان سعيها الدائم هو الحفاظ على ليبيا ووحدتها. صحيح. ووحدة أراضيها وسيادتها. صحيح. وكرامة الليبيين. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضا شعبان المهتم بالشأن الليبي طبعا والكاتب الصحفي، شكرا لحضرتك يا فندم.